للأسف رجاء، أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أمام عدة أحداث ومشاهد صادمة، سواء من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أمنيا واقتصاديا، أو من خلال نكسة ستكون أشبه بالكارثة الحقيقية، وذلك بسبب حصول بتمنى ما يصير يعني، بس مش ضروري إنه هلأ يعني. أنا عم بالوقت بحكي الحالي لا يمكن لا، انه بوقت أنا يعني مني سبحان الله، الوقت بإيد رب نعم العالمين. هو زلزال أو إعصار مدمر بيضرب منطقة شاسعة وكبيرة بتطال عدة ولايات، وسوف تعتبر هذه الكارثة هي الأكبر بتاريخ أمريكا، أوف. وسنرى الأنظار المشدودة نحو مياه البحر الأمريكية مع حصول هذه الكارثة. ومن هنا أرى أن يعني عم شوف الأفلام، الكوارث اللي كنا نحضرها والزلازل والفيضانات رح عبر نشوفها على أرض السينما الواقع. سوف تتحول إلى واقع مؤسف وبعيدا عن السينما والأفلام، وبتصبح واقعا حقيقيا على الأرض الأمريكية للأسف عند حصول هذا الزلزال. إن شاء الله ما بيتأذى حدا يا رب، الذي قد تتخطى قوته 7 أو 9 درجات. وهذا الإعصار الكبير بيؤدي إلى وقوع إصابات ضحايا، ضحايا كتير، ومشوف ناس عم تتشرد ونازحين كتير، ومنشوف النازحين عم بيطلعوا من المناطق اللي حتكون منكوبة. وأرى أكثر دول العالم تتأهب وتستعد للمساعدة، مساعدة أمريكا في عمليات الإنقاذ وتقديم كل الدعم للمناطق المنكوبة والمساعدة خلال هذه الكارثة المؤسفة للأسف. كما أرى خلال المرحلة القادمة وجود خطر كبير من خلال مذنب أو نيزك بيهدد كمان من السماء منطقة واسعة ما بين أمريكا وبعض الدول المجاورة. نعم. وأخيرا أرى أن البيت الأبيض الأمريكي سيكون حديث الناس والإعلام لحدث ما. هاي زعيم عربي يقوم بنشاط سياسي واختراع حلول لحل أزمات هذه الدول العربية، شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف على قناة توقعات الأيام. أهلا بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام، وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف ومجموعة من أهم التوقعات العربية. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات. أما لو أنت جديد معانا فياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. تتوقع ليلى عبد اللطيف أن الصراع الدائر اليوم على أرض السودان هيشهد مزيد من التصعيد والاشتباكات، وهيشهد مزيد من القتال وسفك الدماء، خاصة في عمليات الاغتيال اللي حتطال بعض الشخصيات العسكرية والسودانية من الطرفين. وأرى أن الخطر الأكبر في السودان سيكون من خلال بعض عمليات التفجيرات المفخخة والمتنقلة، والتي ستطال بعض المناطق والشوارع والمراكز في السودان خلال الفترة القادمة. وأرى صراع في السودان لن ينتهي في ظل حكم العسكر، لكنه سينتهي مع عودة الحكم المدني وانتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة برعاية بارزة جدا من قبل المملكة العربية السعودية. ستكون هذه المرحلة بقيادة رجل السلام العربي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان. ستشهد سماء السودان تحليق طيران غريب ومجهول الهوية، وأراه يقوم بضرب أهداف محددة على الأرض ثم ينسحب ويختفي، تاركا وراءه حالة ارتباك كبيرة في صفوف الدعم السريع والجيش السوداني سيكون في قلب هذا الحدث. وسنرى يتأهب استعدادا لكل الاحتمالات القادمة من جراء هذا الحدث. الانقسام أو التقسيم على أرض السودان هو عنوان أو احتمال وارد لا محالة، وأنا أتمنى من الله أن لا تصل حدود ونهايات هذه الحرب إلى تقسيم السودان. من توقعاتها كمان شايفة حدوث هزة للأسف هتكون أرضية بيشعر بها سكان العراق، وستصير أيضا موجة من الخوف والقلق. كمان هنشهد عوامل مناخية تؤدي إلى حدوث عواصف رملية وغير رملية تؤدي إلى سوء حالة الجو، وأرى أن هذه العوامل سوف تترافق مع هطول الأمطار الغزيرة ومشهد سيول وفيضانات، والمياه تغمر عديد من الطرقات والشوارع في قلب العراق، لكن لن نرى خسائر بشرية إن شاء الله. كمان بتقول سنرى بعض النازحين العراقيين يلي عايشين بين أوروبا وأمريكا أو في دول أخرى، سوف نراهم يرجعوا للعراق ويعمروا بلدهم ويستثمروا في أرض العراق. كمان بتقول إن ظاهرة السلاح غير الشرعي في العراق سنراها تنحسر وتختفي تدريجيا، ولا سلاح إلا سلاح الدولة والجيش، وستبدأ معها عملية بناء الدولة العراقية القوية.
أرى العراق ينجح من خلال الأطراف الدينية والعشائر والقبائل العراقية في الوصول إلى موقف حازم وموحد لمواجهة كل أشكال القتال والتطرف المذهبي ومحاربة الفتنة، وذلك بمساعدة الجيش العراقي والقيادة الحكيمة في العراق. سوف يبرز في العراق دور كبير للمملكة العربية السعودية في رسم خارطة الطريق العراقية الجديدة، وسنرى الدخان الأبيض يتصاعد في أجواء العراق، وسنشهد عودة الأمن والأمان والاستقرار وزمن السلام والازدهار، وستكون السعودية هي الراعي الأكبر في حدوث هذه التغيرات القادمة على أرض العراق خلال المراحل القادمة. ظاهرة السلاح الغير شرعي في العراق سنراها تنحسر وتختفي تدريجيا، ولا سلاح إلا سلاح الدولة والجيش، وستبدأ معها عملية بناء الدولة العراقية القوية، جيش واحد وشعب واحد. السعودية سوف تحاول التدخل في الشؤون الفلسطينية، مما يؤدي إلى حدوث توافق وتغيير مهم في الصف الفلسطيني. العدو الإسرائيلي أمام الأمر الواقع الجديد. للأسف أرى الحزن يلف الأجواء والساحة الفلسطينية بسبب رحيل شخصية فلسطينية بارزة ومرموقة، والعدو الإسرائيلي أيضا يفقد أهم وأبرز شخصية مرموقة في إسرائيل. مدينة غزة تشهد مزيد من عمليات الاغتيال للأسف والتصعيد، وأرى الداخل الإسرائيلي يلتهب بصواريخ المقاومة الفلسطينية، وسنسمع موقف أمريكي حاسم وغير مسبوق يجبر العدو الإسرائيلي أن يتراجع ويتوقف عن مواصلة العمليات العسكرية في مدينة غزة وغيرها، وهنا سيكون الحدث. من أهم وأخطر توقعات كمان ليلى عبد اللطيف بتتوقع أنها سنرى سلطنة عمان تتزعم الشأن العربي، وستكون هي المحور الأساسي والوسيط البارز والفاعل في اختراع الحلول لأكثر من أزمة عربية، خاصة ما بين اليمن وليبيا. وسنرى سلطنة عمان تدخل على خط الأزمات في تونس، لكني أرى أن الدور الأكبر والمميز للقيادة في سلطنة عمان سيكون في سوريا، وسنرى السلطان هيثم بن طارق يقوم بجولة بين الدول العربية. والمرحلة القادمة تشهد حركة دبلوماسية نشطة وفعالة ما بين سلطنة عمان والسعودية، وده بسبب حدوث ثورات وأحداث بارزة. منطقة سياحية نراها مميزة في سلطنة عمان تكون محط أنظار الأعلام والعالم، والحدث هيكون بارز وكبير. سنرى من خلالها عدد كبير من السياح الأجانب والعرب بقلب هذه المنطقة السياحية بشكل غير مسبوق. ولا نستبعد أن تكون سلطنة عمان تسوي قرارات دبلوماسية بين سلطنة عمان وما بين سوريا وما بين السلطنة وليبيا وما بينها وما بين العراق، وسيكون لها نشاط كبير مع المملكة العربية السعودية. كمان بتتوقع أننا حنشهد زيارة وفد إيراني وقطري مشترك يزور المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ، وسوف تفتح هذه الزيارات أبواب وصفحة جديدة تمحو كل الخلافات السابقة بين قطر والسعودية وإيران وروسيا والصين، واللي حنراهم في قلب هذا الحدث. جهود ومساعي جبارة حيقوم بها أمير قطر من أجل إنجاح مساعي السلام وإعادة الاستقرار إلى عدة دول عربية، سواء كان من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ابتداء من اليمن لسوريا للبنان. وسنرى قطر والسعودية يدا بيد لإنجاح كل المساعي اللي بتصب لمصلحة العرب وبلاد العرب. وسنرى أمير قطر يقوم بجولة عربية واسعة، والمحطة الأولى بتبدأ في إيران، وسنرى أيضا أن أمير قطر بيقوم بزيارات مفاجأة إلى الولايات المتحدة، وصورة تجمع بين أمير قطر مع رئيس بايدن. كمان سنرى يزور لبنان أيضا قريبا. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من أهم وأخطر ما تتوقعه سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف للدول العربية. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.